السنه اللي فاتت المحله عمل 7 انتصارات في الدوري، ايوه وقعد في الدوري، الجون عمل 9 انتصارات وهبط ونزل ونزل. طيب يعني يعني مثلا يعني ما بقول لك، طب ما هو يعني ليه ليه 7 قعد والتسعه هبط؟ هكلمك بقى على حاجه ثانيه النهارده. اتفضل اتفضل. اتكلم على ماتش النهارده ورؤيه المديرين الفنيين. تمام. رؤيه مستر كولر ايه النهارده ورؤيه اوسوريا ايه النهارده؟ انت عايز تدخلنا في شغل كابتن شريف وكابتن لا 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 عبد الرحمن لا 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 علشان بس الناس تقول لك ده هو زي ما انت قلت كده الافضل. لا طبعا النهارده احنا بنتكلم على مباراه هي مش عايزين نقول تحصيل حاصل ولكن هي مباراه قمه طبعا، ولكن بطوله خاصه طبعا، بطوله خاصه طبعا، وفي ارقام وفي احصائيات وفي ارقام كاسيه بتتحط وفي تسويق وفي حاجات كتيره جدا يعني، ولكن انا بطل الدوري طبعا. انا بطل الدوري انا صاحب ممر الشرف، لكن انا بقول لحضرتك يعني الراجل كولر واضح انه ما بيهزرش، ودي بصراحه يعني يمكن المباراه اللي فاتت المباراتين اخر مباراتين الاتحاد والاسماعيلي والاتحاد انا ناس كتيره جدا كانت فاكره حكايه الانذارات وفي عدد 7 لعيبه عندهم انذارات انذار اول ولازم يريح اللعيبه، ودي وده فكره عندنا احنا. انا فوجئت ان الراجل بيلعب بتشكيل اساسي فاستغربت جدا، ما عملهاش يعني من اول ما جه. لا يعني ازاي بتلعب تشكيل اساسي وانت عندك مباراه وبعد كده مباراه تحصل حصل وانت مباراه لو زي دي خسرتها وتكسب مباراه قمه، ولا حد يكلمك على الاسماعيلي ولا حد يكلمك على الاتحاد. الراجل ده فعلا عقليه يعني بجد، يعني انا بيفاجئني الراجل ده من بدايه الموسم. يعني انا توقعت ان هو ممكن يعمل يريح لعيبه في مباراه الاتحاد ويشق البعض في مباراه الاسماعيلي عشان يبقى رجله في الملعب، او يعمل العكس يشق في الاتحاد ويريح في الاسماعيلي كده، لكن فوجئت ان هو بيلعب في كل مباراة بالتشكيل الاساسي. فواضح ان الراجل مش فارقه معاه او مباراه القمه مش فارقه معاه غير ان هو انتصارات 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 بس. اكيد الراجل طبعا خلاص بعد ما وصل في مصر هنا وعاش الاجواء دي كويس جدا وعرف المنافسه بالاهلي والزمالك، طبعا الراجل اكيد الراجل يهمه جدا جدا ان هو ينهي الموسم بالهزيمه.